في سيرك بعيد يعني قرب التجمع الخامس كده، كان في مجموعة من الموهوبين بالمرونة والتحكم والقوة. وكان عندهم مشكلة واحدة، البهلوان اللي بيخوف العيال. أنا أساساً مشغل عم الجوكر ده معانا هنا في قلب السيركس عشان يضحك الأطفال، يوم البعيد يفزحهم. أنا خلاص قررت، أنا همشيك. يبقى لازم حد يقول له إنه مرفوض. ترايا يا أخوان شوقي، يا ناقصة خوتة. إيه؟ كلكم خايفين تكلموه؟ ما فيكوش راجل؟ لا طبعاً في رجالة، أنت مفكرة إيه؟ بقول لك، ما تكلموا أنت عقلة الأصبع. يقول لك أن دقائق مكالماته للشبكات الأخرى قد نفدت. ما تلاقيها على شبكة تانية. إيه ده؟ ده على شبكة تانية بجد. وانت يا عم الشازية ولا قذيفة انت ولا مش معروف لك حاجة في ليلتك السودة دي، ما تديله مزدي مشتري الموبايل. طب حضرتك قدم المؤاخذة لما بتتزنق ازاي؟ ما تكلمه انت يا حزلقوم، ما انت بترغي في التليفون طول اليوم، انت مش كنترول فليكس برضو. 55 في عينك وتشوك. هكلم كنترول فليكس من فودافون، باقات بتبدأ من 20 جنيه في الشهر، هتكلم بيهم شاكب راكب جميع الشبكات، وكمان هتقضيك رسائل وميجا بايتس من غير ما تشحن مليم زيادة. كنترول فليكس عالم تاني خالص.